نظمت مؤسسة الأهرام مهرجان التذوق والطهي العالمي بمشاركة عدد من نجوم الفن ومشاركات من مختلف خبراء الطهي على المستوى العالم. كاميرا عرب وود حضرت فعاليات المهرجان، وفي البداية قابلنا هشام لطفي مدير وكالة الأهرام للدعاية والإعلان. احنا بنقدم مهرجان الطهي كوزين ده بنسخته الثالثة للشعب المصري وللعالم، عشان نعرف قد ايه التواصل ما بين الشعوب العالم عن طريق الأكل، ودي حاجة كويسة جدا في الثقافة في العالم. من بين النجوم كمان اللي شاركوا في المهرجان الفنان طارق لطفي، وكشف لنا عن مسلسله الجديد بين عالمين. والله عجبتني الفكرة قوي واستفزتني جدا، وجيت عشان اشوف ايه الحكاية دي. ان فكرة برضو التقارب بين الشعوب دي عجبتني قوي. كنت لسه بتكلم مع احد المنظمين انه ما يبقاش عبارة عن ساعتين ثلاثة بس، لا ياريت يبقى السنة الجاية ده يوم بالكامل، الناس تقدم المطبخ بتاعها، تقدم ثقافتها، تقدم المزيكا بتاعتها، بحيث ان احنا الشعب المصري يعرف الناس دي ويقرب منها بشكل او باخر. مش هقدر اتكلم عليه قوي، ولكن هقولك انه بيتكلم عن مسألة الاختيار طول الوقت، وتحمل نتيجة الاختيار اللي انت بتختاريه. ففكرة انسانية حلوة قوي، فيا رب تعجب الناس. في فيلم بيكتبه عمرو سمير عاطف، ده فيلم مهم جدا جدا، وهيبقى فيه نجمة مهمة جدا جدا مشاركة في الفيلم، وده هنخشه ان شاء الله بعد رمضان اللي جاي باذن الله تعالى. وكمان شارك في الفعاليه الاعلامي والاذاعي اسامه منير، وكشف لنا عن رايه في المهرجان وفكرته. انا مشاركتي جاي اكل صراحه، جيت الحق يعني. بس مبسوط ان انا موجود النهارده، وبتمنى ان كل يوم والتاني يبقى فيه ايفنت كده بيلم دول، من يعني بيلم ناس من كل دول العالم، مش ايفنتات محليه بس، يعني مش ايفنتات فنيه بنكرم فنانين من مصر ومطربين وممثلين، لا إيفنتات عالمية بتشارك فيها دول كتيرة عشان العالم كله يشوف إن مصر بخير، فكلنا لازم نشارك في حاجة زي كده.